حقه فوق أرض بلوان. جئتم مشكورين اليوم وتتصلوا مع المغاربة احتفاءهم بالذكرى 19 لتربع صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله عاش أسنته المنعمين. وهي مناسبة يعتز بها المغاربة أينما وجدوا في بقاع العالم لكي يستحضروا ما حققوه من إنجازات في العهد الجديد بقيادة ملكهم الغالي في درب بناء الإنسان المغربي وتعزيز قدراته ومواصلة الإصلاحات الديمقراطية ومسار التنمية المستدام. هي مناسبة كذلك لرسم معالم محطات جديدة لتجاوز أي عائق أو إكراه لاستنهاض الهمم في بلد الأصالة والديناميكية المتجددة. تزداد فرحتنا ونحن نحيي هذا الحفل فوق أرض مصر المعطاء لما نشاهده ونتابعه ونستلهمه من خطى ثابتة يمضي فيها الشعب المصري تحت القيادة الرشيدة لفخامة السيد عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية لتحقيق الأمن